نديكم معايا في هذه الجولة. احنا غنمشيو احنا في طريق البحر ديال الرباط. احنا دابا في لوسيون حي المحيط، مقبرة الشهداء على اليمين ديالنا. اي فوالا ها البحر. احنا ندورو على اليسر باش نمشيو في اتجاه حي الفتح والهرهورة. فوالا طنطنا شميش هنيت شميش هنيت شميشة شميشة شميشة. هذا اللي انفاق لنا حي المحيط. هذا سوق المطر اللي بغى يشري شي موتور من الرباط. وهذه هي الطريق للبحر. بعد ما تصلحات وداروا لها إعادة التهيئة وإعادة داك الشيء كامل. باش نمشي خارج زوج السيدة أو دابا زوج كيخيرو هاد النسخة هادي ديال الحكم الإبتدائي. أنا زوج كيخيرو سيد معايا أنا دابا كنخدم مع خاصة إذن بالنسبة للمتسائل الكريم، وهو كيتساءل أنه من بعد ما حصل على نسخة ديال الحكم الإبتدائي على الإفراغ، هو يعني كيتساءل واش عنده إمكانية باش يمشي عند وكيل المواليد ويطلب الإخراج ديال القوة العمومية باش ينفذ هذاك الحكم ويخرج هذاك السيد اللي تحكم عليه بالإفراغ من المنزل اللي هو ساكن فيه. أول حاجة هذا حكم ابتدائي، إذا خاصنا خاص السيد ينتظر حتى يتم التبليغ. هذا مالي فيه هذا اللي كيبان على اليسر، هذا المستشفى العسكري سابقا دابا راه تيسخو فيه باش غيولي قصر البحر، اوتيل قصر البحر. من بعد التبليغ شي حاجة زوينة باش يشوف واش هو استانف الحكم ولا الحكم واش ما ندور التليفون مسرق عامرة ما لقيتش. إلا ما استانفش هذيك الساعة تيكون الحكم تيكملوا نصوروا لكم. إلا دات الأجل ديال الاستلاف وما استانفش. إلا تم الاستلاف غادي تسنى حتى يدوز الموقف أمام محكمة الاستئناف. كبير إلا تأيد هذاك القرار الاستئنافي ديال الأداء Thank you.
كثيره مزروره. شوف ماشي حشومه، كبير للرباط. القوس باقي خاوي لا مبانش ليا. باقي خاوي شبق المحشوش وبان الناس باقي مكشعوش، حيت واخا كاينه الشمس باقي البرد، باقي كتحسي بالجو فين البرد واخا الشمس. شي ولا كيدير اشاره للزليج المغربي هكذاك. شوف هاد العمارات شنو دايرين الفوق. الفيديو الاخر وريتكم الناجي القديم، دار الناجي هي دار الناجي الجديده. دار الناجي انا غندير الرون بوين باش نوريكم دار، نوريكم دار الناجي الجديده اللي كاينه في المنزه، اللي كاينه في المنزه. ها هو الشوك فين كاين الشوك تما. انا درت في الرون بوين باش نوريكم دار الناجي، درت جوج مرات. موريتي ما فهم والو، بقى كيشوف فيا كندور.
صراحه كليت ساندويتش ديال الصوصيص عند الطبيب في المدينه القديمه، كان عليا ناخذ جوج باش نشبع، واحد ما دار ليا والو الصراحه، باقي فيا الجوع، ولكن بعدت دابا باش نرجع عنده بعد. دونك غندور هنا دابا درت اول منزه على اليسر وحي الفتح اون فاس المنتزه وحي الفتح هما على اليمين ديالنا. الوراق ديال الطوموبيل وخارجه زعما شي مرات كيوقعوا شي ما عرفتش كيفاش نسيتهم والله ما عرفتش كيفاش نسيتهم. يعطيك هو الايدان ولا انت مادام عندك في السيكان هذا 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 كنت باغا نمشي تسلا ساعه درت بناقص باش الريسك يمشي بلا وراق تسلا ايوا هذا اللور ديال حي الفتح من جهه لوطوروت دنيا نقيه خضراء زوينه هادشي اللي كيعجبني في الرباط هو الفضاءات الخضراء هادشي اللي كيعجبني في الرباط بزاف. دونك انا وقفت غير هنا مشتري على شويه اوكي.